السلام عليكم. المنطقة هنايا وشنطها يعني؟ هنا هنا أقدمت جماعة إغيل أقدمت. إغيل أقدمت. شحال ديال الوفيات كانوا هنا؟ الوفيات الدوار ديالي غير فيه أربعة. أربعة. هنا فيه 28. هذا الدوار هذا أمر زكان. أمر زكان. يعني توريد 18. تمشى سيلة 11. ورز الدين واحد. الفوق راه كان غير جوج. شارك شي حد من العائلة؟ لا. الحمد لله. الحمد لله. واحد بهيمة اللي دارت فيها. كنتي من اللي ضربت الزلزال؟ كنت في الدار أنا والمرأة. كنت في الدار قالت لي المرأة اللي تعشينا قالت لي غتنوض الصباح نمشيو نشوفو شي ركيكات قلت لي ما عرفنا واش ديال الغدا ولا ديال الغدا هكا اللي قلت لها يلا نوض سمعت الزلزال قلت لي نوض ها هي جات قالت لي راه الزلزال هذا قالت لي كيفاش قالت لي الزلزال هذا شديت فيها بدات تطيح علينا الدار واحد شوية طق شوية بقا نجرو في الباب الباب مزير تحل واحد جرت زكرون تعاونت مع المرا حتى حلينا الباب خرجنا هودنا للجنة صافي تما فاش بدنا حتى للصباح حتى للستة الصباح كيفاش كان الإحساس ديالكم ملي شفتو؟ إيوا الإحساسات غديرها تقول لها هادشي ديال الله سبحانه وتعالى صفتو علينا الجيران ديالكم الجيران ديالنا راه كيغوتو حنا هما خارجين وحنا أنا اللي بقيت في الشمعة ما حضرت معاهمش تما قالوا لي فين فلان فين فلان لقيلا مات لقيلا عاد قال لهم حسيت راه هضرت معاه هو في الجنان أنا هو في الجنان تما باش تبقى باقي شي جوتات؟ لا جوتات داكشي اللي كان عتفنو كاع الناس خدامين الناس دابا خدامين دابا عليهم؟ لا خدامين صافي عتفنوهم عتفنوهم الموتى راه ما بقاوش دابا غير الديور اللي مشردين والمشاكل ديال الناس راه باقيين تحت الارض صافي الناس مشردين ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم ما يدير ترفق مشاكل الضو ما كانش الناس راه هما تجمع وحده جماعه تمايا صافي داك الدوار الا شتي دابا الدوار دابا الا شتي من هنا غتقول هذا ما راه ما درى له والو ولكن ما تقدرش تدخل الدوار داك الشيء كامل مشقوق بحال هكا يا الله يتوب بينا ولا بخير خويا الام راه كتشوفها بعينيك انت شوفها خويا حنا دابا في دوار امر زكان ومن قبل منه كاين دوار تسيله يعني دابا نتوما وصلتوا لثلاثه الدوار كاين دوار تسيله دوار امر زكان دوار الثالث دوار توريرت يعني ثلاثة دوار وباقي الفوق باقيين 27 دوار الجماعة فيها 30 دوار ولا ما عرفت 32 دوار في هذه الجماعة هذه وحنا خويا كتشوف بعينيك حنا مضرورين الطريق ما كايناش الناس ماتوا واللي بقاو عايشين راه ما بقاو ساكنين في الدير واخا كتشوف ديك الدير راه هما رابوا من الداخل وكاين الشق وكاين داك الشيء راه الناس ساكنة في الواد حنا في الدوار بعادين يعني انا دابا بعيد على هنا بشي 12 كيلومتر 12 كيلومتر ولا 13 كيلومتر باش بعيد على هذه النقطه اللي بغيت نجي لهنا بعيد دابا 12 كيلومتر ماشي هذا حنا راه فوق اخويا فوق حنا فوق اخويا حنا فوق 12 كيلومتر من هنايا حنا كنهبطوا دابا حاشاك بالبهايم باش كنديو المعونه للناس اللي باقيين عايشين والناس حنا في الدوار عندنا راه ساكنين في الواد اخويا ساكنين في الواد الديور ما بقاوش عندنا شي حاجه سميتها الدار ما بقاتش شي حاجه سميتها الدار وعندنا الناس مسنين الناس العجازه الناس ديال الجاليز الناس ديال الكواطار الناس مراد وبالنسبه اللي كنطالبوا حنا خويا كنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس ملك البلاد الله ينصرو والله ينصر السلطه المحليه والله ينصر المحسنين والمسؤولين ديال البلاد راه قايمين بالواجب لحد الان راه تيصلوا لنا شويه الله يجعل البركه الله يرحم المؤيدين وانا بالنسبه للدوار ديالي خويا كنطلب القياطن حيت الا رجعت عندنا الشتا واحد ربع ساعه دابا راه ما يبقاش شي واحد عايش الا رجعت الشتا حيت حنا عايشين هي تحت السما خويا تحت السما تعيش تحت السما نتايا ربع ساعه ديال الشتا الا رجعت اخويا مشيو لنا الوليدات اللي بقاو يديهم اخويا الواد يديهم الواد ولا يغرقوا ولا شي حاجه الفيضان فين غيعيشوا وحنا دابا دوك الفراش اللي كيوصلوا لنا دابا الناس كينفرشوا في الواد باش نديروا ما عندناش القياطنه خويا لا السير ما عندناش الميكا ما عندناش وداك الشيء اللي كان الناس في الديور تردم عليهم راه كيف بحال هكا منين غتجيب الحاجه دابا منين غتجيبها ما كاينش وبالنسبه خويا اللي باغي يتواصل معنا الله يجازيك بخير نعطيك نمرتي الله يرحم الوالدين 06 14 14 3 97 06 14 14 3 97 06 99 73 97 92 06 99 73 97 92 بالنسبه للمنطقه دوار تدفلت جماعه ايغيل قياده 3 يعقوب دائره اسني مراكش
وهذا النداء هذا للمحسنين الله يجازيهم بخير، وراه قايمين بالواجب لحد الان الله يجازيهم بخير. الناس واكلين شاربين، ولكن المشكل ديالنا راه هو قلك ديال الشتاء، خاصنا لقياتنا ولا الصيرات. والله ينصر ملك البلاد، وحتى نتوما خويا درتو مجهودكم باش وصلتوا هذه النقطه هذه، الله يجازيكم بخير، والله يرحم الوالدين المسؤولين. والرئيس ديال الجماعه ديالنا خويا والله ما كينعس، واحد السيد الله يعمرها دار ما كينعش، قايم بالواجب اكثر من اللازم، راه قايم بالواجب. هذا السيد عندنا هنا في هذه الجماعه قايم بالواجب، الله يخلي له صحته والله يخلي له والديه الا باقيين عايشين في الحياه. وحتى نتوما الله يرحم الوالدين. وهذا النداء لجلاله الملك محمد السادس ملك البلاد، الله ينصره الله ينصره، راه هو اللي عندنا الله ينصره. والمسؤولين السلطه المحليه راه قايمه بالواجب، المحسنين قايمين بالواجب، والله يجازيكم بخير. تنتم الله يرحم الوالدين، والسلام عليكم. فوق ما كاين الضحايا ولكن الديور ما شاء الله. عندنا دوار تاع الزمان مشققين الديور، الا جاب الله الشتاء وقلت كله تغفل، الا جاب الله ورجعت الشتاء كلشي مشى ضحايا. الديور ما الجثث ما بقاو، ولكن الديور مشقوق، الجبل تشقق، الديور تاع حول البيبان ما كاين بنادم تدخل الدار صافي كيتخاف منها. الناس ها برا كاين اللي مرموم، كاين اللي كل عائله خارجه كيشحتوا الناس. لا اله الا الله، الله يرحمنا الله يرحمنا، الله ينصر سيدنا. هذا الشيء كتبوا الله، لا اله الا الله، الامر لله كله. مشى لك شي حد من العائله الوالد؟ لا الوالد لا، الحمد لله. وحده في تيفني، واحد بنت عمي مشات هي سميتها سعيده، واخذوا سعيده هي ولدها، الرجل مسكينه تعرس تيفني واحد الدوار هنا. هاد الدواخر هنا تكرفسوا فيه الناس، والحق الله يتقال، حيت الناس فقراء ما كاينش شي داك الشيء اللي عندهم، راه شي شويه البركه ديال المعيشه في الديور وتشققوا ما شاء الله. وكاين الشياب وكاين العيالات حاملين كذا بزاف، ما يرفق من حالنا يا ربي، ما يشافينا ويعافينا. شكرا لك يا ربي يرحم.